إلى يومنا هذا احنا كمجلس نواب قدمنا ورقة واضحة وصريحة أشرنا فيها إلى أن هذه هي النقاط الخلافية وقدمنا التصور اللي احنا نروح حل لهذه المشكلة، ولكن مجلس الدولة إلى يومنا هذا لم يقدم طرح حقيقي لحل المشكل. احنا طلبنا منهم احتجاجنا نطلب من مجلس الدولة تقديم رؤية حقيقية في مواضع الخلاف في الاتفاق السياسي. الذي حدث هو أن الخلاف حدث في نهاية الجلسة أصلا، وأنهم يطالبون حقيقة لإخوتنا في مجلس النواب أنهم من يرجح المجلس الرئاسي وأنهم من يمنح الثقة للحكومة. طبعا نحن لدينا رؤيتنا أنه يجب أن يكون هناك توازن يعني في الاتفاق السياسي وفي التعديلات، يعني حقيقة نطالب بضمانات، يعني لا نريد أن نقع فيما وقعنا فيه في السابق، في وقعنا على اتفاق صخيرات ولكن هناك لم تجد هناك ضمانات حقيقية في الاتفاق وكانت هناك ضمانات شخصية.